قومي قومي يا هيام وانظري قبة إمام واسألي ما شئت عنه تسمعي حلوى الكلام تسمعي حلوى الكلام قومي قومي يا هيام. السلام عليك يا قبة الإمام الحسين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هيام. أيتها القبة المشرفة، لدي سؤال يدور في بالي. تفضلي واسألي. كم كان عدد المبارزين في معسكر الإمام الحسين عليه السلام وفي معسكر عدوه ابن سعد؟ الفرق كان شاسعاً في العدد بين المعسكرين، فمعسكر الحسين عليه السلام كانوا 100 رجل أو أكثر بقليل، بينما معسكر عدوه 30,000. أشكرك كثيراً أيتها القبة الحبيبة.